يا مساء الورد والفل والياسمين، متابعين لايف مع روحيم كل يوم اتنين. عذر النهارده اتاخرنا ربع ساعه عشان نبدا، معلش كظروف قهريه. سعيد جدا بوجودي معاكم زي ما دايما بشرف بوجودي معاكم كل يوم اتنين. حديث الاحاديث الفتره اللي فاتت وبقالنا زمن على الموضوع ده، يعني بنتكلم في نطاق سنتين تقريبا، ودي السنه الثالثه. الكيتو دايت تقريبا العالم كله بيتكلم على الكيتو دايت. طيب النهارده هنتكلم على الكيتو دايت، ولو انت عاوز تسمع كلام يريحك اقفل التلفزيون وما تتفرجش عليا. لو عاوز تسمع كلام صح اقعد اتفرج، الحلقه دي مهمه. في كل الاحوال ما تبداش كيتو دايت الا لما تسمعني النهارده وتشوف وتسمع بعينيك انا هقول لك ايه. وطبعا الكلام طبعا زي ما حضرتك عارفين مش بجيبه من عندياتي، احنا بتجيبه من اماكن ونشرات طبيه معتمده. تعالوا بقى نتكلم كده كلمه شويه في التغذيه. زمان كان في عندنا الهرم الغذائي، ويظهر معانا الهرم الغذائي الطبيعي دلوقتي. الهرم الغذائي الطبيعي بيتكون من قاعده، القاعده دي كانت كربوهيدرات، القاعده دي نشويات، بعد منها الاستيب اللي بعدها عباره عن خضروات، الاستيب اللي بعدها عباره عن بروتين، اخر جزء ده الهرم الغذائي الطبيعي. اول قاعده بالنسبه لنا يا جماعه عباره عن نشويات. النشويات دي على فكره بتستهلك بالنسبه لنا كطاقه، النشويات دي بتستهلك بالنسبه لنا كطاقه. تاني حاجه بعد منها بنتكلم على الخضروات والفواكه، لان هي بالنسبه لنا حاجه بتودينا بالفيتامينز والانزيمات والمعادن المهمه جدا لحياتنا. تالت ستيب بالنسبه لنا بنتكلم عن البروتينات، لان هي مهمه جدا لكفاءه الجهاز العضلي وعمل عضلاتك بشكل عام. اخر نقطه فوق كده نقطتين زيت. ده كان الهرم الغذائي الطبيعي اللي كلنا متعودين عليه، حتى الرياضيين اي شخص لازم بيمشي عليه. بعدين الهرم ده اتغير شويه في الالفينات. ليه؟ لان وجدنا ان كميه النشويات الكبيره مع قله المجهود الرياضي اللي بقى بيحصل مننا كلنا، فالهرم ده اتغير. القاعده وتاني درجه اتقلبوا مع بعض، بقت الخضروات والفواكه هي قاعده رئيسيه، تاني ستيب الكربوهيدرات، ثالث خطوه البروتينات، اخر نقطه كده نقطتين زي كده فوق الهرم الغذائي. فبنتكلم على الهرم الغذائي بشكل عام، ومن تقريبا 20 سنه الهرم الغذائي الجديد، مش هنقول عليه جديد لكنه تكيف شويه مع متطلبات العصر. نيجي بقى نرجع نتكلم عن الكيتو، ايه المقدمه دي؟ هقول لك دلوقتي. كان في دكتور اسمه روبرت اتكنز، هو اللي اخترع حاجه اسمها لو كارب، لو كارب دايت. دكتور روبرت اتكنز اخترع حاجه اسمها لو كارب دايت، هاي فات هاي بروتين لو كارب، او هاي فات والتاني ستيب بعد منه البروتين، اخر حاجه بالنسبه لنا الكربوهيدرات. ايه الفكره؟ قال لك لا، انت عاوز تاكل برجر جيب برجر غرقه في الدهون وحطه في فرق خاص وكله، انت كده باشا وبرنس وهتخس وتبقى زي الفل. وكان بياكل فعلا كل حاجه عاوزها بدون نشويات، وكان بيخس على فكره، معتمد على نظريه اسمها كيتوزيس، لان يعني جسمك لما تحرمه من نشويات بشكل كبير وتحرمه من عناصر ثانيه كتير وتدخله دهون، فهو هيحتاج دهون فهياخدها من الدهون المخزنه في جسمك في عمليه اسمها كيتوزيس. كان ماشي جدا الراجل لحد الله يرحمه ما جات له سكته قلبيه. ايوه اتكنز دايت هو دايت السكته القلبيه، الراجل ده خد شتيمه حي وميت فوق ما تتخيله. ايه اللي حصل بعد كده؟ البيزنس هيقف. ايه الكلمه اللي انت قلتها دي؟ هو في حاجه اسمها بيزنس في التغذيه؟ مع الاسف في حاجه اسمها بيزنس في التغذيه. عشان كده المهتم بالدايت وبالكيتو دايت مجرد بيعمل سيرش هيلاقي ويب سايتس وهيلاقي حاجات، خصوصا في الفيسبوك هيلاقي عندنا بيجز كلها امريكيه داخله عليه، بتعمل له رش كده عليه، سجل اسمك وزنك وطولك وحياتك وهنبعت لك نظام دايت ب $10 بس. الموضوع على فكره في قاعده بيزنس كتيره. الاتكنز دايت كان بيجيب نتيجه لكنه كان مدمر للصحه، فاحنا هنغير النظريه شويه، هنلعب شويه في المكونات. طيب يبقى احنا عملنا البيراميد بتاع الكيتو دايت، هنشوف معانا البيراميد بتاع الكيتو دايت دلوقتي. الكيتو دايت غيروا شويه، بقوا بيتكلموا على من 70 ل 75% فات دهون، من 70 ل 75% دهون. الستيب اللي بعد كده من 20 ل 25% بروتين و 5% كربوهيدرات. وما تفتكرش نفسك ناصح وهتاخد، يا ريت يا جماعه يظهر معانا الهرم الغذائي، الهرم الغذائي بتاع الكيتو دايت زي ما هو موجود معانا كده يا جماعه. بنتكلم على الدهون بتشكل القاعده، مش قاعده رئيسيه بقى اللي بتكلم 40 50% لا، 70 ل 75% الفات اللي احنا عاوزينه في الكيتو دايت. الستيب اللي بعد كده من 20 ل 25% بروتين، نقطتين كده كربوهيدرات كده في الاخر، بعد ما كان الفات في الهيلث دايت سواء قبل الالفينات وبعد الالفينات، هو ان اللي فوق ده اخر حاجه الدهون، لا هنا عندهم اخر حاجه كربوهيدرات. طيب الفكره انتوا عاملين الدنيا كده ازاي؟ وليه 20 25% بس بروتين مش اكتر من كده؟ لا ما هو حضرتك لو زودت عن كده هتحصل لك مصايب في الكلى، بتاذي الكلى والكبد بتوعك بشكل ما حصلش، ممكن كمان يجي لك تصلب في الشرايين. فاحنا بالنسبه لنا قاعدتنا دهون، ايه هي انواع الدهون؟ لا زيت عربيات. الفكره في الدهون
بشكل عام. طب انت طبعا طبعا انا مش جاي على فكره هاجم الكيتو دايت، انا جاي اشرح لك كل حاجه تمام. الفكره في الدهون، لو انت خدتها دهون صحيه، خدتها زيت زيتون، خدتها سمنه بلدي، على فكره السمنه البلدي حاجه صحيه مش زي ما انتم متخيلين، اخدتها زيوت مكرره وزيوت طبيعيه كويسه، خدتها زيت جوز هند حاجه كويسه، لكن اخدت زيوت سيئه، زيوت خليط، زيوت زي فصل صغير، وده ارجع لحضراتكم عشان نكمل في الكيتو دايت، اللي هيمشي ومش هيتابعنا هيخسر كتير. فصل صغير وارجع مع حضراتكم. رجعنا لكم مرة تانية لايف مع رحيم كل يوم اتنين من 6 ل 7 على قناة الصحة والجمال. كنا النهاردة بنتكلم على الكيتو دايت، وصلت مع حضراتكم ليه الهرم الغذائي بتاع الكيتو هو ان قاعدته الرئيسية من 70 ل 75% من دهون، الستيب اللي بعد كده هو البروتين من 20 ل 25%، واخر جزء معانا هو كربوهيدرات 5%. طيب ليه حضراتكم عملتوا القاعده الرئيسيه من الدهون من 70 ل 75% مش القاعده الرئيسيه مثلا البروتين؟ لان حضرتك لو زودت في كميه البروتين عن ال 20 25% دول بتاذي الكبد والكلى بشكل رئيسي، طبعا الكبد والكلى عندك بشكل كبير جدا. طيب ده بالنسبه للكيتو دايت بشكل سريع. على كده احنا ممكن ناكل اي حاجه فيها دهون؟ قلنا لا، يا ريت تاخد دهون صحيه عشان الدايت بتاعك برضو يبقى ماشي في سكه كويسه، لكن انت ممكن تاخد اي دهون على فكره مع الاسف الشديد، يعني اللحوم اللي فيها نسبة دهون عالية اللي حضرتك محروم منها في الدايت التقليدي مسموحة هنا؟ مسموحة هنا. طيب على كده بقى احنا نجيب بقى سندوتشات بقى ونعمل عيش فينو ونحط فيه بقى ايه كفتة والحركات والحاجات دي كلها، لا ما هو الموضوع مش للدرجة دي. ايه الفكرة؟ ان الحبوب الكاملة اللي هي حاجة كويسة جدا، ان مثلا بنتكلم على الدقيق اللي الغامق، وان العيش البلدي من الحاجات الكويسة، وخبز الحبوب الكاملة والخبز المشبع والحاجات دي كلها الحاجات الممتازة، هي ممنوعة في الدايت مع الأسف. يا عم مش انت لسه قايل لي 5% نشويات؟ لا، هو سيادتك هتاخدهم من ضمن حسبتك الرئيسيه. يعني ايه؟ في كتير من حضراتكم ما ياخدش باله ان الخضروات رغم فائدتها ورغم في خضروات عندنا فيها نسبه نشويات هي مش عاليه، لكن للاسف مش ممنوع مش محبذه في الكيتو دايت. زي ايه؟ البطاطا والبطاطس فيها نسبه نشويات وكلنا عارفين الكلام ده كله، لكن البسله فيها نسبه نشويات، الجزر فيه نسبه لكنها اقل شويه. هنجد بعض الخضروات الكتيره اللي انت ممكن تكون بتحبها وممكن نكون احنا بنسبح بيها في الدايت لكنها مش محبذه ابدا معانا في الكيتو. طيب يبقى كده اخد نشويات منين؟ تاخد نشوياتك من الحاجات المسموحه في الكيتو. طب ايه المسموح في الكيتو؟ على كده بقى ناكل فاكهه عشان الفايده اللي في الفاكهه؟ لا، ارجع لك تاني، مش كل الفاكهه للاسف مسموح في الكيتو. يا عم ازاي؟ ما احنا بنتكلم على نسبه دهون ونسبه بروتين ونسبه نشويات قليله ونسبه سكريات قليله. يعني عسل النحل المفيد جدا اللي كلنا بنحبه، كل دكاتره الدايت بيتكلموا عليه، اللي احنا عاوزين ناخده كل يوم معلقه الصبح او ندخله في وصفاتنا، للاسف ممنوع. العصاير احنا بنقول في كل فاكهه بدل العصير، لكن حضرتك لا تاكل فاكهه ولا تشرب العصير، هي رخامه كده حاجه كده، لو انت عاوز بقى اعمل مش عاوز خلاص. يعني كل فاكهه ممنوعه مش كلها. الفاكهه الرئيسيه المعتمد عليها نظام الكيتو هي الافوكادو. طب ليه الافوكادو بالذات؟ لان هي اكتر فاكهه فيها نسبه دهون. انت متخيل الافوكادو فاكهه دهنيه؟ الافوكادو فاكهه دهنيه. طيب يعني ايه فاكهه دهنيه في نسبه دهون؟ الدهون دي مضره؟ لا، على فكره هو فاكهه كويسه ومسموحه معانا في الرجيم بمقدار او باخر، لكنه الفاكهه الرئيسيه في الكيتو دايت، لدرجه ان هم بيفتحوا الافوكادو زي ما حضراتكم شايفين صوره الافوكادو، لكن بيفتحوه ويحطوا جوه منه حاجات. تخيل بيفتح الافوكادو ويحط جوه منه مثلا قطعه بروتين معموله في سمنه بلدي وياكلها، كده كيتو وهو كده مش صح على فكره. يفتح الافوكادو يحط فيه بيضه، عارف البيض المدحرج اللي بيتريقوا عليه؟ حط بيضه مدحرجه جوه وهتبقى زي الفل، اللي هي بيضه مسلوقه بس عملناها في سمنه بلدي، مسموحه بحاجه زي كده. طب ليه كده يا جماعه؟ ليه كده؟ طب في فاكهه تانيه مسموحه؟ البرز، بنتكلم على التوت، التوت البري، التوت الاحمر، التوت البري الاحمر، التوت البري الازرق، التوت البري الاسود، لكن كمان مسموح معانا بالفراوله، هو ابسط شكل من اشكال البرز، تمام؟ اللي هو الفراوله، دول اكتر فاكهتين مسموحين. طب ناس بتتكلم دلوقتي عن البرقوق، ناس بتتكلم عن اضافه بعض فاكهات تانيه، لكن يعني الفاكهه زي البرتقال ممنوعه؟ ممنوعه في الكيتو دايت. التفاح حبيب القلب؟ لا ممنوع حضرتك. ازاي يا عم ده مفيد؟ لا ممنوع حضرتك برضه. ايه الفكره؟ ده حضرتك هتبوظ الهرم الغذائي بتاع الكيتو دايت. يبقى هنا نجد المشكله الكبيره اللي بتواجهنا مع الكيتو دايت، ان في حاجات كويسه جدا ممنوعه، عشان كده بنجد ان بتقوم تجاره كامله وكبيره على حاجه اسمها كيتو بيلز. مش بقول ان هي حاجه وحشه الكيتو بيلز، لكن تخيل انت لازم تاخد سبلمنتس كتيره جدا عشان تعوض الكيتو دايت اللي حصل.
في كميه حاجات كتيره جدا ناقصه في جسمك، فتجد ادويه كتيره جدا بتقول كيتو بيلز، كيتو دايت، كيتو كارب، وات ايفر، في كذا نوع من انواع الادويه دي بيقوم عشان يعوض لك نسبه الفيتامينز والمينرالز اللي انت فقدتها نتيجه انك كنسلت حاجات كتيره جدا من حياتك. طيب نجد بعض المخاطر للكيتو بالابحاث العلميه، ويظهر معانا دلوقتي باذن الله الريسيرش اللي بيتكلم عن ان الكيتو دايت خطر على الكلى. ايه يا عم ده بيقولوا ان هو كويس جدا، والله صدقني خطر على الكلى، ده مش كلامي انا، ده كلام جامعه شيكاغو في امريكا، ان الكيتو دايت خطر على الكلى. بعض الحالات كانوا بيستخدموا فيها الكيتو دايت زي حاله الصرع كحاجه علاجيه، لكن قصاد منه وجدنا ان نسبه امراض القلب تزيد جدا مع مرضى الكيتو. يا عم ازاي؟ ده قالوا انه بيظبط الكوليسترول. لا، اي حد ممكن يقول، لكنه بالمنطق مع 70% دهون كوليسترول ايه يا فندم اللي هيتظبط؟ حضرتك بتشرب زي الزيت خلال اليوم. طيب يبقى كده هو مضر ومأذي؟ لا يا فندم، هو مش مضر ومأذي زي ما حضرتك متخيل. الكيتو دايت ينفع لناس وناس لا، ده اللي انا جاي اقوله لك النهارده. مش كل الناس، يا ريت يا جماعه يجيبوا معانا الريسيرش اللي اتكلمنا فيه على مشاكل الكيتو، مش كل الدايت ينفع مع كل الناس، ودي نقطه رئيسيه. لكن انا عشان يجي لي حد في العياده يقول لي يا دكتور لو سمحت اكتب لي نظام كيتو، لا، وانا والسوبر ماركت وانت جاي تشيل حاجه من على الرف، ده ما ينفعش اطلاقا. ليه؟ التكست موجود يا جماعه من جامعه شيكاغو بيكلمكم على مشاكل اللي بتظهر مع الكيتو، مشاكل في الكلى، الكلى بشكل رئيسي، يعني حصوات كلى بشكل كبير. بنتكلم على مشاكل بتظهر في البنكرياس، مع ان احنا مش بناخد كارب كتير، لكن حضرتك اللي بتعمله ده كله بأثر اعضاء الجسم كلها، وطبعا مشاكل في القلب ضخمه جدا، ومشاكل في المراره، فبالتبعيه بنتكلم على مشاكل ضخمه في الجهاز الهضمي. طيب ما سالتش نفسك في يوم عن نسبه البروتين اللي بتتاكل دي؟ المفروض يكون جزء من هرمون الغذاء الرئيسي، ان هي هتاثر عندك على الكلى، وهتاثر عندك على جهازك الهضمي، وتزيد نسب حدوث سرطانات في الجهاز الهضمي. موجود ابحاث بتتكلم دلوقتي ان وجدوا في من الناس اللي بتعمل كيتو في نسبه 20% وفيات فور انون كوز، الاعمار بيد الله، لكن في العلم اي حد بيتوفى تعالى يا بابا انت توفيت ليه، مرحله عمريه، ازمه قلبيه، ايا كان، اكتشفوا ان في 20% من حالات وفيات فور انون كوز. لسه ما وجدوش الرابط، لكن وجدوا 20%. يبقى احنا مش هنرمي نفسنا، اي حد يقول لك على نظام دايت امشي عليه. الكيتو معتمد على نظريه اسمها كيتوزيس، ان احنا نخلي حاجه اسمها كيتون بوديز تبدا تعلى في الدم بالنسبه لك، تبدا تعلى في البول. الكيتون بوديز دي وجودها معناها ان جسمك بدا ياخد الطاقه، الدهون الطاقه بتاعته عاوزها ياخدها من الدهون. طيب بعد كده في مرحله اسمها كيتو ازيدوزيس، كيتو اسيدوزيس، انا اسف لكلامي بسرعه، مرحله الكيتو اسيدوزيس ان جسمك يبدا يهاجم اعضائه الداخليه. في حاجه اسمها كيتو راش، ان حضرتك اول ما تبدا الكيتو بتجيلك اعراض صداع وتعب لحد ما تدخل في مود الكيتو. الكيتو مش احسن نظام غذائي، الكيتو ابوهم الروحي اتكنز، دكتور روبرت اتكنز، راجل مات بازمه قلبيه، فمحدش يقول لك ان هو نظام صحي ونظام كويس. طب يا ترى ما نعملوش؟ لو انت رياضي، لو انت بتروح جيم كل يوم، لو انت بادي بيلدر، لو انت شخص عاوز تعمل كتله عضليه كبيره، اعمل كيتو. لكن حضرتك واحده ست قاعده في البيت فرحان انك هتاكلي دهون ومش هتحرمي، كده الكيتو خطر بالنسبه لك. لو حضرتك واحده بترضع ما ينفعش ابدا، لان في نقص فيتامينز كتير. لو حضرتك شخص كبير في السن فوق سن 40 فعندك مشكله كبيره، ان حتى كل انواع الجبن اللي انت عاوز تاكلها والالبان لازم تكون فول كريمد، فيها كميه دسم عاليه جدا. طب هو ده يا جماعه مش صحي، ده ضد اسس الدايت اللي على مر التاريخ. مش هو عشان بيعمل ثوره في تغيير مفهوم الدايت، لا، هو بيجيب نتيجه، لكنه بروجرام من ضمن بروجرامز كتير تنفع لك او ما تنفعلكش الدكتور اللي هيحدده لك. انا جاي النهارده اقول لك ان الكيتو مش زي ما انت متخيل، الكيتو لو مش تحت اشراف دكتور صدقني بيكون دمار لصحتك. دي كان الجزء الاولاني من حلقتنا النهارده، هنبدا ناخد اتصالات حضراتكم واسئله حضراتكم على الجروب. طبعا صحيح ده موضوع مهم جدا. النهارده باذن الله انا كنت صورت في محل اورجانو، اورجانو دي مفاجاه اللي كنت قلت عليها الاسبوع اللي فات، ان في عندنا احدث هيلث شوب موجود في مصر هيفتح باذن الله يوم الخميس، بعد يوم الخميس القادم يوم 26/12. ايه هو يعني ايه هيلث شوب؟ حضرتك لما تكون محتاج تاخد حاجه صحيه معينه بتروح محلات معروفه، اعشاب صحيه او حاجات للتخسيس وهكذا. لما تحب تجيب زيوت طبيه كويسه بتروح الازهر، لما تحب تجيب مثلا حاجه زي الشوفان وجنين القمح والحاجات دي بتروح اماكن ثالثه. اورجانو هو عباره عن تجميع من الاماكن دي كلها، بلس وسائل التجميل العضويه والغير عضويه، بمعنى ان في حضرتك في صابون طبي،
في صابون عضوي، وفي صابون مستخدم فيه خلاصة السبرلينا، وفي عندك ماسكات من الطين الأسواني ومن الطين سيوة، الطين بتاع واحد سيوة، الحاجات الكويسة دي كلها انت بتضطر تجيبهم من أماكن كتيرة جدا. أورجانو هو مكان بيلم الحاجات دي كلها مع بعض. إن شاء الله الافتتاح بتاعنا بإذن الله افتتاح محل أورجانو هيكون يوم الخميس المقبل من الساعة 6 للساعة 7 مساء. هيبقوا عاملين خصومات جامدة جدا، هنكون التيم بتاعي هيكون موجود بالإنبادي عشان أي حد موجود يتم الكشف عليه بالإنبادي ونشوف معدلات حرقه وكتلة الجسم وعضلاته وهكذا. عندهم خصومات جامدة جدا، بالإضافة إن هم عاملين أوفر غير طبيعي، إن هم بيعملوا جلسات تنظيف بشرة مجانا مع نسبة مبيعات معينة من المكان. فيوم الخميس الجاي هي فرصة كبيرة جدا. المحل موجود في شارع ابن الهيثم آخر مصطفى النحاس، آخر عباس العقاد، شارع ابن الهيثم آخر عباس العقاد قصاد جاد، قصاد مطعم جاد، محل أورجانو. طيب نبدأ ناخد أسئلة حضراتكم. أستاذة أحلام علي، محتاجة البطن تنزل شوية وعندي أجناب وزني 69 كيلو. طيب بص يا فندم، هو أنت ما بعتليش طولك وسنك لأن دي ليها عوامل، ويا ترى يا فندم حضرتك ولدتي قيصري قبل كده ولا لأ؟ أي يا جماعة، أي ولادة قيصري بيتبعها ضعف في عضلة البطن وبيتبعها تكوين دهون بشكل أكبر في الجزء ما بين عضلة البطن وبين الجلد، فدي معلومات يا فندم لازم أعرفها. أستاذة فتح الله، الكيتو دايت أكيد مش كويس عشان القلب يا دكتور. الكيتو دايت بشكل كبير جدا مش بيوصف لمرضى القلب، رغم إن هم بيقولوا لا إن هو صحي وكويس، لكن لا، كل الأبحاث وكل الكلام بيقول لك ما ينفعش. الكيتو دايت بيمشي بشكل حلو جدا مع البادي بيلدرز، مع الشباب الصغير، مع الناس اللي بتبذل مجهود كبير، لكن حد قاعد في البيت لا يا جماعة أنا ما أنصحش بيه أبدا. ستوح زودان، حبوب إل كارانتين الحارقة، إل كارانتين ده اسم الماركة مش اسم منتج معين، إل كارانتين حاجة كويسة. في منه منتج مصري مش محتاج يا فندم حضرتك تشتري مستورد، ولو قدرت تجيبي مستورد خلاص ده شيء كويس ما فيهوش مشكله خالص. الا كارانتين كويس، بتاخد كبسوله او اتنين مساء تبع الشركه اللي انت شاريه منها، لان كل شركه وليها الجرعه بتاعتها. استاذه زينب بتسالنا عن ايه رايي في الابر الصينيه. الابر الصينيه اللي بتتحط في الاذن معتمده من الدبليو اتش او، او الدبليو اتش او منظمه الصحه العالميه بتقول ان هي حاجه من وسائل علاج السمنه، لكنها مش بالفعاليه اللي حضرتك متخيلينها. ابر صينيه تتحط في الجسم اطلاقا ولا تيجي ناحيتها. ليه؟ بتحط ابر صينيه اللي هي الطويله بتاعت البادي كبيره، بتستخدم في علاج امراض ثانيه، انا بتكلم على السمنه، بتوصل بيها الكتريكال كارنت، تيار كهربائي، التيار الكهربائي لما يمر على الخلايا الدهنيه دي، الخلايا الدهنيه بطبيعتها بتبدا تتقلص. طيب لما تتقلص حجمها يقل، حجم بطنك يقل، تبقى مبسوطه، لكن تمرير تيار كهربائي على خلايا دهنيه اكتشفنا بعد وقت ان هو بيخليها ترجع مره ثانيه بشكل اكبر من حجمها الطبيعي. فالإبرة الصينية في الجسم الطويلة دي تستخدم لعلاج أمراض معينة لكن مش ضمنها السمنة، لكن إبر الصينية بتاعة الأذن WHO بتقول إن هي معتمدة وشيء كويس في علاج السمنة، لكن طبعا طبعا الدكتور رح يحطها لك، بمعنى التكنيك بتاع الإبرة والنقط صحيحة أو مش صحيحة. بسم الله، اتفضلي يا فندم معانا تليفون، اتصال تليفوني. السلام عليكم. وعليكم السلام، اتفضلي يا فندم. لو سمحت يا دكتور، انا وزني 65 كيلو. تمام. وعاوز ازوده شويه، انا طولي 160 وعندي 29 سنه. طب بصي يا فندم، هو انت ارقامك كويسه، فكره ان انت تزودي وزنك على فكره ممكن يكون على حساب صحتك، لكن بشكل عام انت وزنك كده هو دلوقتي بيرفكت، زياده عن كده الموضوع هيبقى مش كويس. طيب في الاغلب السيدات بتتصل وبتسال على موضوع زياده الوزن عشان عندها مكان معين مضايقها. المكان المعين اللي مضايق حضرتك ده، لما وزنك يزيد مش هيزيد زي ما انت متخيله، هي دي النقطه الكبيره. فلو في مكان معين انت بتسعي ان هو يكبر، ده مش عن طريق زياده وزنك كله، لان المكان مش هيكبر زي ما انت عاوزه، وبعد كده بشكل عالي بشكل كبير وزنك ممكن يفتح ويزيد زياده مضطرده انت في غنى عنها يا فندم. طيب من ضمن الناس كانت بتسالني برضو على قصه يعني ايه هيكون التيم بتاعي موجود في محل اورجانو لو يوم الخميس الجاي. احنا عندنا جهاز انبادي اللي هو جهاز قياس الدهون والعضلات وهكذا، حضرتك بتروح بتوزن، بتبقى اتسجلت عندنا على سيستم المركز عندي. بعد كده حضرتك لو محتاج، ده بمناسبه الافتتاح بتاع المكان، حضرتك لو محتاج تتابع عندي في العياده مش بتدفع فيز مره ثانيه، خلاص انت خدت الكشف فور فري. جميل، بالاضافه انك بيتقدم لك نصايح صحيه كامله موجوده في المكان. طيب
ايه الفكره مميز ان الناس تروح مثلا يوم الخميس او فتره افتتاح المكان؟ ان في 2 خبراء خبيرات تجميل بنات موجودين في المكان عشان يقدموا لك اي استشاره خاصه بالبشره وبالشعر وبالماسكات والحاجات دي كلها فور فري مجانا، بالاضافه الى توزيع مساله تنظيف البشره. هي بتتعمل ب 200 250 جنيه بشكل عام في اي مكان، لا هيتعمل كمان مع افتتاح المكان مجانا، واعتقد دي فرصه كبيره جدا للي محتاج حاجه زي كده. طيب اتفضلي يا فندم معاك اتصال تليفوني. السلام عليكم. اتفضلي يا فندم. اهلا السلام ستكول، عليكم. اتفضلي يا فندم. بقول لحضرتك انا وزني 67 كيلو تمام، وطولي 155، سنك كام يا فندم؟ 23. مدام قد ايه اولاد؟ 5 سنين وسنتين. طب ايه علاقة قيصري يا فندم؟ حضرتك والدة طبيعي ولا قيصري؟ لا، والدة قيصري. والدة قيصري. بصي يا فندم، بشكل عام اللي انت فيه ده اسمه يعني بدايات سمنة، سمنة مرحلة أولى. الصح بتاعك آخر الوزن الزيادة بداية سمنة. الصح بتاعك يا فندم توصلي تبقي 60 كيلو عشان المرحلة العمرية، فاحنا بنتكلم تقريبا على 7 كيلو. 7 كيلو دول يمثلوا 10% من وزنك. ال 10% من الوزن دول مع انتظام الرياضة نص ساعة كل يوم، كل يوم نص ساعة كل يوم، ال 10% دول ممكن يجوا لوحدهم خلال تقريبا 3 شهور. لكن لو عاوزين بروجرام دايت بشكل اقوى عشان ينزل الوزن ده، لازم ناخد بالنا من نقطة مهمة جدا، هو ميعاد الغداء وميعاد العشاء. بمعنى احنا دلوقتي خلاص دخلنا فصل الشتاء، الناس بتبرد بالليل، فلازم تتعشى مره واثنين وثلاثه، وبيأخروا للغدا يقول لك عشان ما تعشاش. تاخيرك للغدا ده بيعمل مشكله كبيره، فبالتبعيه كونك تاكله من 4 ل 5 هيبقى انسب وقت بالنسبه لنا. العشاء بتاعك يا ريت يكون 8 او 9، وما نحاولش ناكل بعد كده. طب ما احنا بنسهر وبنجوع، ما تبنيش حياتك على حاجه غلط، ما تسهرش وتقول لي انا بسهر وبجوع، فبالتبعيه لازم نقلل وقت سهرنا شويه، فحاولي بس انك تتغدي الساعه من 4 ل 5، عشاك يكون من 8 ل 9، نومك يكون من 11 ل 12، كده لوحدك هتبداي خلال فتره شهر ونص تخسي 7 كيلو دول، ولو عملت رياضه بس مع ان انت تحافظي على مستوى اكلك ده هتبداي تخسي 7 كيلو دول خلال 3 شهور. استاذه منى اتفضلي يا فندم. اهلا يا دكتور محمد. اهلا بسيادتك يا فندم. أنا يا دكتور وزني 100 كيلو. تمام يا فندم. أستاذ حضرتك ممكن تسمعيني يا فندم من الموبايل أو من التليفون؟ أنا وزني 100 كيلو والشهية مفتوحة جدا جدا، عالية عندي. تمام يا فندم. أيوه، فعايزة حد يعني تسد الشهية علشان أقدر أخس. طيب احنا عملنا أكتر من حلقة عن الموضوع ده، اتكلمنا على خلطات طبيعيه واتكلمنا على ادويه. طيب بالنسبه للخلطات الطبيعيه اللي سهله انك ممكن تجيبيها تبقى موجوده جنبك في اي مكان في جمهوريه مصر العربيه، اللي هو قلنا فيه حاجات مهمه جدا زي الشوفان، زي الشيا، زي الكينوا، زي بذر الكتان، زي حبه البركه. طيب الموجود من حوالين منك هنجيبه. الكينوا دي تستخدم في ايه؟ تستخدم بالنسبه لنا ممكن نعمل منها نطحنها ونعمل منها العيش اللي ممكن ناكل بيه، فبالتالي سعراته هتبقى اقل وفائدته اعلى، او ان احنا ممكن نضيفها في شوربه، في شوربه بالكينوا، وممكن نضيفها لاكلنا بشكل عام، ممكن ناكلها كحبوب كامله. طيب بشكل عام احنا هنجيب معلقه بذور شيا كبيره، معلقه بذر كتان كبيره، معلقه شيا، معلقه بذر كتان، معلقه شوفان كبيره، هيضربوا في الكبه ويتحطوا مع كوبايه زبادي الصبح ونشرب منها ميه كتير. هيضربوا في الكبه ويتحطوا على السلطه بتاعه الغدا ونشرب منها ميه كتير، وبعد ربع ساعه نبدا نتغدى. هيضربوا مع بعض في الكبه ويتحطوا معانا مع جبنه قريش ومع سلطه ويتاكلوا بالمعلقه بالليل. الثلاث حاجات دول بذور الشيا والشوفان وحب بسم الله بذر الكتان مع بعض لما يضربوا طازه بطازه بيبقى ليهم فايده صحيه عاليه جدا، بالاضافه ان هم مشبعين بشكل كبير. الشرط الاساسي ان هم يطحنوا طازه بطازه، ما شالش كميات وابدا اخد منها، والشرط الثاني ان حضرتك لازم بعد منهم تاخدي كميه ميه كبيره. معلومه لحضرتك وجزء مهم جدا، ان انت لو قاعده فاضيه في البيت ما وراكيش حاجه هتاكلي، بمعنى لو انت مشغوله في توضيب او 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 هتلاقي نفسك نسيت الاكل، لو نازل تشتري حاجه هتلاقي نفسك نسيت الاكل. دايما على فكره الاكل بيبقى بالنسبه لنا هروب، بالتبعيه نحاول نشغل وقتنا. لو عملت رياضه نصين في اليوم، لو انت قاعدة في البيت مش بتنزلي مش موظفة، لو عملنا رياضة نص ساعة بالنهار نص ساعة بالليل هيفرق جدا معاكي في السيطرة على الشهية، لأن الرياضة بتفرق جدا في إحساسك بالشبع، الشبع بيجي مع كمية أقل وكمان في وقت أقل. اتفضلي يا فندم. أستاذة هويدة. أيوه أهلا بحضرتك يا فندم، اتفضلي.
انا وزني 85 كيلو، تمام يا فندم. وسني وسني 25. تمام، طولك كام يا فندم؟ 150. 150. وطولي مدام يا فندم 150. خلفتي قبل كده؟ ايوه تمام. طيب ايه مشاكلك؟ في مشاكل في ايوه سمنه موضعيه ولا وزن بشكل عام؟ عندي زيادة في احسن ذلك ممكن نعيد الكلام السؤال مره ثانيه او الجمله اللي فاتت مره ثانيه. منطقتيش عندها زيادة جامدة. تمام، حضرتك بتتكلمي على منطقه البطن عندك بزياده، دايما ده بيكون اغلبه مع قله المجهود الرياضي، وزي ما اتكلمنا مع ان البطن بتتمدد وبترجع مع الحمل ومع الولاده، البطن بتتمدد وبترجع لوضعها الطبيعي، فالعضله بتترهل وكمان الجلد بيترهل. بالنسبه لوزن حضرتك احنا بنتكلم تقريبا على سمنه ومرحله ثانيه، زي ما قلنا السمنه درجات اولى ثانيه مفرطه، حضرتك 150 سنتي، عندك مشكله كتير كبيره جدا، ربنا يبعد عنك بس بكلمك بشكل عام. ما وصلش دبل بادي ويت، حضرتك 150 سنتي، لما اوصل ان انا ابقى 100 كيلو لا قدر الله، حضرتك تبقي شايله اتنين في قلب بعض، هنا في مشكله كبيره، دلوقتي احنا لسه سمنا مرحله تانيه فلازم نركز قوي في الموضوع. ومن الواضح انك سبت الموضوع يتمدد معاكي شويه، طيب دلوقتي يا جماعه في اساسيات رئيسيه عشان جسمك يخس بدكتور او من غيره. ظبط مواعيد الاكل، فطارك قبل 10 او على 10، لو انت قادر تصحى بدري عن كده اتفضل، غداك قبل الساعه 5 من 4 ل 5 عشان بنتكلم من 8 ل 9 لو انت هتنام 11 12، ولو بتنام بدري كمان عشان يبقى بدري عن كده. دي قاعده رئيسيه اولى. القاعده الثانيه مفيش نشويات بعد المغرب، كده القاعده رقم 2. القاعده رقم 3 لازم عشاك يكون خفيف، الخفيف ده جبنه قريش، الخفيف ده زبادي طبعا لايت، الخفيف ده يكون فاكهه، لازم يكون خفيف. ما انا ممكن اتعشى من غير عيش بس اكل كميه كبيره وهنا يحصل مشكله. القاعده الرابعه بالنسبه لنا هو ممارسه الرياضه زي ما اتكلمنا، نص ساعه بالنهار ونص ساعه بالليل. طيب حاجه سريعه ممكن تنزلنا كتير، شوربه الكرنب اللي هي شوربه الحارقه، دي من الحاجات الممتازه جدا اللي ممكن نعملها على الغداء، اللي هي عباره عن شوربه خضار من غير بطاطس من غير بسله، يعني كوسه، فاصوليا خضراء، جزر، جزرايه واحده، حابب تحط فيها بروكلي يبقى انت خدمتنا كتير جدا والف شكر لحضرتك. لكن اللاعب الرئيسي بالنسبه لنا هو الكرنب، سواء الاحمر او البلدي قطع قطع صغيره، وحزبتين ثلاثه كرفس. اللاعبين الرئيسيين عندنا هما كرفس والكرنب. شوربه الكرنب من الحاجات اللي بالذات بعد معدل الحرق هتبقى كويسه جدا، لكن مشكلتها الوحيده من الناس اللي بتعاني مشاكل كبيره في القولون، لكن لو عادي يعني الموضوع بالنسبه لك مش مقلق وقولونك مش مزعجك، حتى لو وجع بسيط الموضوع هيعدي معاك طبيعي. شوربه الكرنب خلال 10 ايام مع بروجرام دايت مناسب ممكن تنزلك في نطاق 4 5 كيلو بدون اي مشاكل. استاذه غاده اتفضلي يا فندم. السلام عليكم. وعليكم السلام، اتفضلي يا فندم. انا من كفر الشيخ، وزني 100 كيلو وسني 39 سنه وطولي 163 وبعمل رجيم على طول بس ما بخسش. طب حضرتك كنت كام وبقيتي 100 كيلو يا فندم؟ انا طول عمري وانا 95. طب حضرتك بتتكلمي ان وزنك زياده فتره طويله. ايه طيب حضرتك بتعملي رجيم متابعه دكتور ولا مع نفسك؟ لا ما بطولش فيه اصلا، يعني ما بكملش اسبوع واغسله. ما هي دي نقطة مهمة جدا يا فندم. طيب الموضوع انك بتجوعي كتير عشان كده ما بتكمليش رجيم، ولا انت ملولة من اكل الرجيم نفسه؟ لا ما بجوع كتير، بجوع كتير جدا. طيب بصي يا فندم، بالنسبة لموضوع الجوع طبعا كل معدة تختلف عن التانية، واحنا اتكلمنا في حلقة سابقة عن كده، المعدة المفروض بتشيل من 700 ل 900 مللي ده حجمها، لكن في بعض المعدات بتوصل معانا لتر واكتر من لتر كمان، طبعا ده حجم كبير خاصة لو نعرف ان المعدة بتتمدد لان هي عضلة. طيب فلازم نحط حاجات تملى المعدة. بالنسبة لحضرتك نظامك الرئيسي هيعتمد على 5 أو 6 وجبات في اليوم مش 3 أبدا، لأنك خلال 3 هتتسيبي مسافات بين الوجبات جابس، وخلال المسافات دي هتيجي تاكلي وجبة كبيرة جدا، فلازم ناكل من 5 ل 6 وجبات في اليوم. الخمسة أو الستة دول هيكون فيهم أكتر من وجبة رئيسية، يعني هيبقى فطار وسناك وغدا وسناك وممكن عشايين كمان. الفكره عشان ما نوصلش لمرحله الجوع. في الليل يا ريت يا ريت ناكل فشار معمول بمعلقه زيت واحده بس، ممكن ناكل حمص شام 3 4 معالق وكوبايتين ميه، وال 3 4 معالق دول ناكلهم بمعلقه شاي عشان خاطر نبقى اخذنا وقت في اكلهم، بالاضافه الى ان التفاح الاخضر او الكيوي او الرمان فاكهه موجوده معانا ممكن ناكل منها بالليل لو جوعنا. زي ما اتكلمنا وقلت متصلة سابقة قبل حضرتك ان عدم وجود مجهود رياضي بيأثر معانا على الشهية ووقت احساسك بالشبع، بمعنى انا لو بمارس رياضة حجم معدتي مع الوقت بيضيق
بالاضافه الى احساسي بالشبع بيكون على فتره قريبه زمنيه. حضرتك ممكن تشبع الطبيعي بتشبع بعد ثلث ساعه من بدايه الاكل، لكن حضرتك عشان معده حجمها كبير قاعده في البيت ما وريش حاجه ممكن اشبع بعد نص ساعه. حضرتك لو بتمارس رياضه هتشبع بعد 10 او 15 دقيقه، يبقى هنا احنا وفرنا نص الوجبه تقريبا. نبدا ناخد الحاجات اللي بتسد الشهيه، اتكلمنا عن الشيا، اتكلمنا عن الكينوا، اتكلمنا عن بذر الكتان، اتكلمنا عن الشوفان الحبه الكامله، وكمان لو مش حوالين منك منتج فيه قشور سيليوم كويسه ممكن تجيبي قشور سيليوم من عند اي عطار. استاذه مها اتفضلي يا فندم. ايه حضرتك يا دكتور عامل ايه؟ اهلا بيك يا فندم، اتفضلي ستك كله. انا بس بسلم على حضرتك، انا ما عنديش اي سؤال. استاذه مها صديقه البرنامج، منوراني دايما يا فندم. استاذه مها معزومه معانا طبعا، في جماعه اصدقاء للبرنامج دايما بعزمهم في الايفنتس، ان شاء الله هي مدام مها من الناس الحضور معانا في الايفنت بتاع الاربع الجاي في العياده عندي، وان شاء الله باذن الله بوجه لك دعوه لافتتاح محلات اورجانو باذن الله، وهدايا اكيد هتكون خاصه بحضرتك باذن الله. ربنا يبارك في حضرتك. شكرا لك يا فندم. طبعا ان شاء الله الدعوه بتاعت افتتاح المكان دي هي مقدمه من شركه جرين سمايل، هتكون ليكي ولحد تاني يعني مش انت لوحدك كمان، يعني عارفه هتهيصي انت وبنتك باذن الله. اتصلت خطا مع استاذه مها. طيب من ضمن الاسئله اللي كانت جايه لنا ان احنا اتكلمنا على الحلقه بتاعت الادويه اللي هي بتملى في المعده. كانت جات لي اسئله كتير جدا على المرحله العمريه، انا جاوبت كده في الحلقه لكن هجاوب مره تانية. ماده السيليوم نفسها يا جماعه هي امان من سن 6 سنوات. مش قبل كده عشان خاطر المشاكل ممكن تحصل للاطفال في سن صغير. طيب احنا بنكتبها للاطفال من سن 6 سنوات، ممكن بقى ياخدوا الاكياس ال 5 جرام. ده بالنسبه للناس اللي هتشتري سيليوم معلبات واكياس وهكذا. طيب بالنسبه لو انا مش هشتري اكياس ومعلبات وبالشكل ده وهجيبه من عند العطارين، نحاول المعلقه الكبيره دي 5 جرام. معلقتين كبار دول 10 جرام عشان ما تتعبش نفسك وهتجيب ميزان في 2 جرامات. موضوع الجرامات هيفرق معانا في ايه؟ موضوع الجرامات هيفرق معاك في عدم حدوث مشاكل، بمعنى ان حضرتك ما تاخدش 5 جرام وانت شخص ادلت، شخص كبير، معدتك حجمها كبير وتقول مش جايب معايا نتيجه، فموضوع الجرامات هيفرق جدا جدا في حجم المعده. فكره الامان في الحاجات السيفتي بروفايل بتاع السيليوم ومنتجاتها عاليه جدا، فبالتبعيه ممكن ناخده اكتر من مره. هنا بقى بيحضرني شيء مهم، في بعض المنتجات الموجوده في السوق، في بعض الناس شايروا لي فيديو دكتوره زميله ورب يعني سنه محترمه جدا طلعت تتكلم ان السيفتي بروفايل بتاع المنتج بتاعها عالي جدا، انت ممكن تاخد 6 في اليوم، 2 قبل الفطار و2 قبل الغداء و2 قبل العشاء، عشان الكيس 5 جرام وطبعا كميه الباودر الموجوده فيه قليله كمان، النسبه الفعاله فيه 2 أو 2.5 جرام بس. انت كده في كارثه يا فندم، يبقى كده الشخص هيشتري علبه 30 كيس يخلصها في 4 أو 5 أيام، دي مصيبه حضرتك، انت مش بتكلم على سيفتي بروفايل، بتتكلم على خراب بيوت. جميل، فلازم ناخد بالنا من نقطه، ما كيس 5 جرام ما انصحش حضرتك انك تشتريه، اول الكيس اللي ممكن تتكلم فيها 7 و10 جرام. استاذه غاده اتفضلي. استاذه هبه انا اسف، اتفضلي يا فندم. مساء الخير يا دكتور. مساء النور يا فندم. ازي حضرتك، بشكرك جدا على البرنامج. ربنا يعزك، تسلمي لي استقال. المهم تكوني بتستفادي منه. لا جدا 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 صراحه، بتقول معلومات مهمه قوي قوي. ربنا يخليك يا فندم، تسلمي لي. بص حضرتك، انا وزني 93 وطولي 155. وزنك كام انا اسف يا فندم؟ 93. 93 تمام يا فندم. ايوه وطولي 155. 55، سنك كام سنه يا فندم؟ سني 40. 40. اي مشاكل صحيه يا ست الكل؟ انا حضرتك بسال بس، في الشتاء احنا ما بنشربش كتير، فدي مشكلتي. وبعدين عايز اسال حضرتك، هل ممكن انا مشرب يانسون او الحاجات اللي هي الاعشاب والحاجات اللي دي بتغني عن الميه في الشتاء؟ واحنا طبعا الميه احنا عارفين انها بتحرق كتير، فانا مش بقدر اشرب كتير في الشتاء. سؤالك رائع، سؤالك رائع. بص يا فندم، عندك ارض جيتي رويتيها، انا اسف بس يعني سامحوني في تعبيراتي بس والله عشان اجيب لكم الموضوع من الاخر. جيتي رويتيها ميه ورويتيها ميه طبيعيه، ميه ري، ورويتيها ميه مجاري. المحصول هيطلع في الناحيتين، لكن المروي بيت مجاري هو محصول مسرطن هيودينا ورا الشمس. جميل. جسمنا انا ما بشربش ميه، باخد الميه من حاجات تانية، شاي وقهوه ونعناع وينسون وحاجات صحيه. بالنسبه للجسم طبعا الحاجات الصحيه هي حاجات كويسه، فين الميه؟ فين الميه؟ اي حاجه لونت هي مش ميه. جسمك محتاج في الشتاء ده تخيلي 2 لتر ميه. لا مش هقدر، لتر ونص. بس احنا عندنا مشكله كمصريين دايما، عارفه نحب الفصال، يعني انا عيان دلوقتي بقول له اشرب 4 لتر ميه، يا دكتور عمري ما هجيب، ده انا كبير اجيب 2، جيب الاثنين انا موافق. انا عاوز اشرب 2 فعليا، فبضرب له رقم عشان هو يشرب اقل منه يبقى جايب اللي انا عاوزه. طب انت كده ما حلتليش الموضوع يا دكتور، انا ما بعرفش اشرب ميه، غيري طعمها. واضح ان عندك تقبل للميه اللي فيها اي حاجه تانية، يعني نعناع وينسون وهكذا. طيب الميه من الليل من غير ما اغليها، حط فيها عود نعناع طويل وقرفه خشب
مش قرفه، باودر، واقطع فيها طرنشات ليمون معصورهاش، واشربها الصبح كام على ازازه لتر، واشربها الصبح او اجهزهم طازه بطازه، ما عنديش مشكله خالص. ايه اللي هيحصل؟ هيحصل تغيير في الطعم، لكن فيسيولوجيا الميه نفسها مش هتتغير، لكن الكوكتيل ده لو اتغلى هنا ما بقاش ميه. فدي ممكن طريقه كويسه لحضرتك تشربي بيها. انا واحد من الناس اللي بشرب كافيينات مع الاسف، وشاي وقهوه كتير ونسكافيه كتير. عملت ايه؟ بقيت بشرب كوبايه الشاي نص كوبايه، مش كوبايه كامله، مش كوب كامل، نص كوب، عشان لو بشرب اربعه في اليوم يبقوا اتنين. يبقى انا كده عملت اول خطوه، قللت للنص، فالكميه قلت. وكل كذا كوب اتنين مثلا اشرب كوبايه ميه سخنه بس. كوبايه الميه السخنه على فكره مفيده زي الميه العاديه. مفيده زي الميه العاديه، ممكن مع البخر، ممكن مع البخر يحصل فقدان لبعض التركيز لبعض المعادن او، لكن بشكل عام مش مؤذيه. ميه سخنه ممتازه جدا يا جماعه. فانا بشرب بين كل مشروبين كوبايه ميه سخنه. فممكن تغيري طبيعه الميه، تخليها ميه سخنه وتشربيها كانها مشروب، لكن مشروب بدون طعم. فكره عدم شربك للميه، والله صدقيني انا على تجارب على يدي، والله بنتكلم على مشاكل للاسف لو حسيتي بيها بيكون فات وقت طويل. شخص ايه ده جنبي بيوجعني، ايه ده في حصاوي، ايه ده يوريك اسيد بيزيد. حضرتك سيده شعرك وبشرتك انا عمري ما هعرف اعوضهم لك لو انت ما بتشربيش ميه. فان احنا نحط فيها طرنشات ليمون، نحط فيها عود قرفه، عود نعناع، الكلام ده من غير ما نغليها شيء كويس، او نشربها مغليه ونشربها كانها مشروب برده شيء كويس. اي حاجه ثانيه ملونه لا تعوض الميه. طيب ام محمد اتفضلي يا فندم. طيب للاسف ام محمد انتظرت كتير معانا والاتصال انقطع. لو نعرف تليفونك يا فندم نكلمك احنا باذن الله. طيب بسم الله. كان في سؤال جاي على الصفحه، يعني ايه يا دكتور بتتكلم عن منتجات صحيه، يعني ايه منتجات عضويه تجميليه عضويه؟ للاسف احنا اتخدعنا كتير جدا او فتره طويله جدا ان لازم الشامبو يبقى حاجه كيميكال، ان لازم الصابون يبقى حاجه بزيت كذا والعطور الفرنسيه والحاجات دي كلها. بحد سأل نفسه مومياوات الفراعنه اللي هي بتوجد بشعرها حتى هذه اللحظه دول كانوا بيستخدموا ايه؟ وجدنا ان انواع من الطمي، طبعا مش اي طمي، مش اي تراب الارض، يعني انواع من الطمي من اماكن معينه بتفرق جدا. وجدنا ان اضافه بعض المواد الى تركيبه الصابون بتفرق جدا. عشان كده الاردن من استخدامها للاملاح اللي بتطلع من البحر الميت عامله ضجه عالميه نتيجه ان هم عادوا للطبيعه. عشان كده في منتجات يا جماعه بيبقى فيها مواد زي السبورلينا. يا عم انت مش قلت لي السبورلينا دي حاجه مفيده للصحه؟ تخيل السبورلينا دي بيطلعوا منها وقود طائرات. تخيل يعني تخيل الطحلب ده ليه استخدامات عامله ازاي. فوجدنا ان في شامبوهات بيضاف اليها خلاص السبورلينا عشان نسبه البروتين العاليه الموجوده في السبورلينا ونسبه الفيتامينز، فبالتبعيه انت غذيت شعرك بشكل ما حصلش. الماسكات، في ماسكات بتطلع زي ما قلنا الطين اللي بيطلع من سيوة واللي بيطلع من اسوان، الطفله بتطلع من اسوان، غير طبيعيه في صحه البشره وصحه الوجه. والكلام ده كله على فكره مش شرط يكون مكلف، بس تعرف تجيبه من المكان الصح. عشان كده المنتجات الصحيه يا جماعه بتفرق جدا معانا، واستخدامها بيفرق جدا على بشرتنا وعلى صحتنا. هنطلع دلوقتي هنشوف الفيديو اللي صورناه النهارده، اللي هي الدعوه العامه الموجهه لبرنامج لايف مع روحيه ولحضراتكم اللي صورناه في اورجانو. هنشوف الفيديو ونرجع لحضراتكم باذن الله. وعدتكم بمفاجأة يوم الاثنين اللي فات كنت هقولها لكم النهارده بإذن الله، هي إن يوم الخميس الجاي عندنا أحدث محل للمنتجات الصحية بشكل كامل. أنت ممكن تروحي محل من المحلات المشهورة جدا تشتري شاي أخضر وقهوة خضراء وحاجات معينة، تروحي محل تاني عاوز تشتري كريمات بس الكريمات فيها كيميكال وفيها حاجات أورجانيك وفيها حاجات كويسة، هتضطر تروحي محل تاني عاوزة زيوت طبية، لا انزلي الأزهر عشان تاخدي أحسن حاجة. طب ليه محل ما يبيعش الكلام ده كله؟ ليه محل ما يبيعش براند باسمه؟ لا بيكون بيجيب لك افضل شيء من كل حته. هنا اورجانو باذن الله يوم الخميس الجاي يوم 26/12 هتكون افتتاح محل اورجانو الساعه 6 او 7 مساء هنا في عباس العقاد، اخر عباس العقاد قصاد جاد مطعم جاد. هنا المحل بيجمع كل حاجه، عاوزه ميك اب محترم وكمان من مصادر طبيه طبيعية مظبوطة موجود هنا، عاوزة لمطبخ صحي أكلك موجود هنا، عاوزة كمان حاجات صحية لنشاطك موجودة هنا. بمعنى إيه؟ يعني مثلا حضرتك عاوز عسل كويس بيجيب لك أفضل نوع عسل أنت عاوزه. طب عاوز دبس كويس، والدبس يا جماعة هو خلاصة الشيء، يعني خلاصة خروب، الخروب فوائده لا تعد ولا تحصى، هنلاقي دبس الخروب. طب احنا عاوزين دبس الرمان،
هلاقي دبس الرمان، طب عاوزين دبس التمر هلاقي دبس التمر، ايه ده العسل والدبس بس مفيش حاجات تانيه؟ هتجيبي بقى اكل صحي لبيتك، يبقى هنجيب الحاجات الطبيه، جليل القمح اللي هيدخل معانا في العيش المشبع، اللي هيدخل معانا في اكلنا، اللي هيدخل معانا في الكيك، عاوزين بذور الشيا، عاوزين الكينوا، عاوزين الشوفان، عاوزين الشوفان الغالب والفاتح، كل ده موجود في مكان واحد، يعني مش غذاء وبس وكمان حاجات تجميليه، كل الزيوت التجميليه اللي محتاجها السيدات موجوده. الموضوع بقى مش انك تشتري وتمشي، المكان فيه اتنين خبراء تجميل عشان ينصحوكي للطريق الصح بالنسبه لجمالك، والمكان كمان هيكون اشراف التغذيه بتاعه تحت اشرافي انا وفريق العمل بتاعي يوم الخميس الجاي. الانبادي هيكون موجود هنا، قياس كامل للدهون، يعني يعتبر كشف ببلاش، بدل ما تشرفيه في العاده تدفعي 200 و250 جنيه كشف، لا هيبقى في كشف ببلاش يوم الخميس الجاي 26/12 في اورجانو عباس العقاد قصاد جاي. اشوفكم باذن الله. حضراتكم كده، لا انا اتبسطت جدا بالمكان، هي شركه جرين سمايل الراعي للبرنامج، هي صاحبه المكان هناك، هو احد مشاريعها يعني. انا مبسوط جدا بالحاجه الموجوده، مبسوط انك بتشتري حاجات صحيه كلها من مكان واحد، مش لازم اروح يمين وشمال. هنعمل بقى على حلقات عن كل حاجه مع بعض، يعني دبس الخروب الناس ما تعرفش فايدته وبيستخدم ازاي، دبس الرمان ودبس التمر الناس ممكن تسمع عنهم، دبس الخروب لا، انواع العسل المختلفه، طب امتى اجيب ده وامتى ما اجيبش ده، فكره العسل ده غالي ولا رخيص. طبعا عدم الثقه في مصدر العسل كارثه في مصر، كارثه في مصر وفي اي دوله. العسل من الحاجات اللي ممكن تتغش مع الاسف، لكن وجوده نقي بيفرق جدا، خاصه مع ناس ما ينفعش ياخدوه زي مرضى السكر، لكنه لو نقي وفي نظام غذائي معين والله بنكتبه لمرضى السكر بيبقوا اكثر من رائعين، وبياخدوه الناس اللي محرومين منه الناس بتوع الكيتو. عشان كده انا هعمل لكم حلقات من جوه اورجانو باذن الله، وهبقى موجود مع حضراتكم وباذن الله. الناس اللي هتحضر معايا ايفنت الاربع الجاي هناخد مجموعه منهم لما موجودين في المكان عشان يقولوا لنا رايهم ايه في وجود التوليفه دي والحاجه الموجوده في المكان، وهنتكلم برضو عن الحاجات زي الشعير ودقيق الشعير ونخاله الشعير والشوفان والكينوا والشيا والحاجات دي كلها ازاي نستخدمها في مطبخنا عشان نوصل اعلى فايده صحيه، مش ليك انتوا بس، ليك الاسره كلها. كنت سعيد جدا بوجودي مع حضراتكم كما انا سعيد دائما بوجودي مع حضراتكم. ان شاء الله معادنا الاثنين الجاي لايف مع روحيم، انتظرونا.